السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سعداء جدا أن نلقاكم في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج في التسعين، الأسبوع الفارط لمواعيده كان مع سهرة يوم مفتوح مع تتويج التاريخ لاتحاد العاصمة. أما اليوم فسنعود للحديث عن شؤون الكرة المحلية، للحديث عن المنتخب الجزائري الذي سيجدد العهد مع المنافسة في قادم الأيام والتربص الذي سينطلق هذا الاثنين. إذن حديث عن المنتخب الوطني، عن القائمة، عن التحضيرات، عن التربص، عن مباراتي أوغندا وكذلك تونس، الكلام أيضا عن البطولة الوطنية، وقبل ذلك حديث عن نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا وتتويج رياض محرز بهذا اللقب ليكون ثاني جزائري بعد الأسطورة رابح ماجير. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل كل هذه العناوين والمحاور، أسعد بالتواجد جابر نعمون. أهلا مرحبا جابر. مساء الخير أخ كريم، مساء الخير الجمهور الرياضي. سعيد جدا بتواجدك معنا، وأسعد بتواجد محمد زكريني إلى جانبك. أهلا مرحبا. أهلا كريم، جمهورنا الرياضي السلام عليكم. محمد جمال دوما حاضر معنا كالعادة، أهلا مرحبا جمال. أهلا مساء الخير، مرحبا. اليوم ضيفنا وصديقنا صحيح. ومحللنا صديق ولاعب سابق ونظام العليا طيب الوفاق، أهلا ومحلل، مرحبا بك فريد ملولي. مرحبا بك الأخ كريم، ومرحبا بكل ضيوفك الكرام أعزائي وإخوتي اللي عندي وقت ما شفتهمش، ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام. نور فريد، أنت منور اليوم جبلك. المان سيتي يا جمال اخيرا يتوج، اخيرا طبعا تمنيناها بشكل اخر وبلوك اخر وبمعطيات اخرى، ولكن المهم ان تمنيناها بحضور محرز وباداء وتالق محرز، ولكن المهم انه محرز توج مع المان سيتي، هكذا سيكتب التاريخ. صح، يكتب بان وساهم في هذا التتويج، في هذا التتويج، افضل لاعب افريقي وهداف في تشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي، قدم 10 تمريرات حاسمه، هو أول إفريقي بعد دروغبا بالنسبة للهدافين بعد 36 عام. أيضا بعد ماجر يأتي الدور على رياض محرز، نبارك لرياض محرز قائد المنتخب الجزائري بهذا التتويج وهو مستحق في الحقيقة. حتى دعنا نذهب الفاصل، فاصل الحدث طبعا. وبعد ذلك نأخذ منك كل التفاصيل طبعا. فاصل الحدث منعت. إذن جمال، التاريخ يحتفظ بكل هذه الأرقام، بكل هذه الأرقام بالنسبة لرياض محرز الذي تألق في رابطة الأبطال مع مان سيتي، مع مدرب معروف يعني أحيانا عنيد أحيانا فيلسوف أحيانا عبقري غوارديولا، ما هوش يعني واحد من المدربين هو صعب، ولكن النتيجة هي هذه، هو تتويج بكأس وبرابطة الأبطال بعد النهائي الثاني، كان خسر الأول. المهم بعد 36 عام تتويج بعد رابح ماجر، جاء الدور على رياض محرز، نبارك لرياض محرز قائد المنتخب الجزائري بهذا التتويج المستحق. ذكريني كان ينتظر كان يدخل، ما هوش عجبه الحال لأنه محرز عاش على ما لعبش، لأنه ما لعبش محمد. إيه طبعا شويه حصل بطبيعة الحال، كنا نتمناه يكون ماجر محرز، لأن ماجر سيبقى في التاريخ، ماجر لن يمحى، ماجر هو ليست بورتو التي فازت بكأس أوروبا، بل ماجر بالطالونات بالعقب، الهدف سيبقى تاريخ. مسجل في التاريخ حتى وين خرجت يعني ماركة عالمية، ماركة عالمية طالونات دو ماجر، لأن احنا تمنينا، أنا ما عجبنيش الحال زعفت، ولكن يبقى عبقري. لما تروح تذهب تتكلم مع غوارديولا يقول لك ما لعبتش محرز، يا بري انا فزت بكاس تشامبيونز ليج، واش يربحك واش راح تهضر معاه، ولو ان محرز شارك في تتويجات عديده وكثيره حتى جدا، حتى التتويج شارك فيها لانه سجل اهداف ولعب دور حاسم. انا واش قلت شارك في اللي وصول مانشستر سيتي الى النهائي، له بصمه، سجل اهداف، اهداف صعبه وصعبه جدا يشارك، ولكن في النهائي لما ما تلعبش النهائي ما تكونش في القاعدة، حتى كان دار التسخين ما دخلش
انا من بعد خير رحت خليتكم 86 ورحت ما داخل له دار التسخين وما لعبوش تغيرت شويه الاهداف. محمد ذكريني اذا سمحت. تفضل. محرز هو الاول احسن ماجر سجل 20 هدف في رابطة الابطال بينما سجل ماجر 11 هدف. لا 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 فقط احنا نقول بانه محرز هو رجل المباريات الكبيره. لا مسجل باهر وسجل. انا قلت لك سلك السيتي في عده مباريات يعني عده مباريات كان الاهداف نتاعه هي اللي لها قيمه كبيره. صح. وكبيره جدا حتى ولم يشارك في النهائي التاريخ سيكتب بان مانشستر سيتي فازت بالتشامبيونز ليج في 2023 ورياض محرز كان في قائمه 18 لان القائمه هي اللي تروح لليوفا وهي اللي تروح للفيفا عدد المشاركات وعدد هو كذلك شارك في هذا النهائي. تحدثنا عن رياض محرز نتحدث أيضا عن الأمر يتعلق بحدث عالمي كبير نهائي تبعه الملايين والملايير عبر المعمورة شاهدناه سويا. ما تعليقك على النهائي جبل النعمون؟ هل هو مستحق تتويج البال؟ كيف وجدت القراءة بخصوص هذا النهائي؟ القراءة قبل بعد التتويج هو أنه الكأس بعدما أدار ظهرها لغوارديولا ولمانشستر سيتي عدة مرات ابتسمت له في نهاية المطاف. أما فيما يخص المباراة ما حدث والله الأخ كريم أفكار تكتيكية أبهرتنا لأنه أنا وفريد نرى بعين اللاعب السابق وبعين التقني صراع تكتيكي بين إنزاغي وغوارديولا توج بفوز غوارديولا بتحفظ لأنه إنزاغي تفوق عليه تكتيكيا وأعلم جيدا ما أقول تفوق عليه تكتيكيا لكن نتيجة لغوارديولا. أول مرة مانشستر سيتي واجه فريق أحدث له صعوبات مثل مباراة اليوم ولكن تفوق عليه ولكن في النهائي لكن كما نقول النهائيات تربح ولا تلعب. فوز عليها تكتيكيا نربع يا كريم. يا كريم يا كريم كيف إنزاغي تفوق عليه؟ مانشستر سيتي سيطرت بالطول والعرض على كل الفرق التي لعبت ضدها إلا اليوم. صح. لكن هذا ما كان ينتظر يريده غوارديولا. لا يهمه غوارديولا السيطرة. يوم إن توج سيطر على ريال مدريد الموسم الفارط ولم يتوج بها. والتاريخ ذكر أن ريال مدريد فاز بكأس رابطة أبطال أوروبا. التاريخ سيذكر أن مانشستر سيتي فاز برابطة أبطال أوروبا. حتى الكرة اللي اصطدمت في الألعاب العارضة ورفضت أن تدخل أحيانا الكأس تختار. نعم الكأس تختار الكريم. ولكن ضغط النهائيات أكبر من أن تختارك الكأس أو لا تختارك لأن النهائيات لها ضغط رهيب. وغوارديولا خسر نهائي أمام تشيلسي والعام الفارط خرج من أمام ريال مدريد. هذا العام كان مشواره بمشوار بطل لذلك أظن أنه ضغط النهائي اليوم اختلط عليه قليلا بعض الشيء على ما أظن لأنه تكتيكيا كان دائما هو الأقوى داخل أرضية الميدان ولكن اليوم مع إنزاغي شاهدنا صعوبات كبيرة في المنظومة التكتيكية للفيلسوف غوارديولا بين المدرستين المدرسة الإسبانية والمدرسة الإيطالية. لذلك أظن أنه اليوم كان الإنتر يستطيع الفوز لما نحتسب الأهداف الضائعة 3-2. جمال كنت تريد أن تعلم؟ أريد أن أقول بأنه ربما المدرسة الإيطالية في الدفاع هي اللي اليوم صعبت المهمة على مانشستر سيتي. نقول بانه نعم فريد نعم والمدرسه الايطاليه دائما بقياده الفيلسوف بيلسا الذي درس عنده غوارديولا في الماضي القريب. ونظن بانه انزاغي هو اكتشاف. صح. انا اليوم نقول بانه انزاغي هو مدرب تاع المستقبل واكتشاف اليوم حقيقه لمدرب عبقري ايضا يحمل افكار تكتيكيه غير معلومه او غير معروفه على الاقل بالنسبه استعداد لعند غوارديولا. بالضبط. حتى نكونوا ايضا منصفين لانه لو عنده التعداد اللي عنده غوارديولا نظن بانه اليوم يربحوا بثلاثه. صح. يعني ممكن جدا ولكن ما قلت اننا نهائي تربح ولا تلعب خاطئ نوعا ما. فيها نقاش لا بالعكس لانه احيانا كي نقولوا وتقول القاعده هذه دائمه إذن أين اللعب؟ كيفاش نلعبوا؟ كيفاش نربحوا؟ كيف نفوز؟ في كلام ولكن مفهومها أن لست مجبرا على الإمتاع بقدر ما أنت مجبر على الفوز. عليك أن تلعب. هذا المثل اللي يتكلم عليه الأخ جمال يقصد المتعة.
لأنه لا يمكن أن تريد أن تفوز وتمتع في نفس الوقت، ولكن عليك أن تلعب خاصة في الضغط اللي تكلم عليه بالضبط النهائي، والنهائي الضغط على مانشستر سيتي اليوم لم يمتع بالضبط، لكنه فاز. ولكن الأخ كريم في الكرة القدم الحديثة في سنوات مضت 5 سنين أو 6 سنوات الأخيرة أصبحت كرة سرعة، النهائيات لا نسجل فيها أهداف كثيرة صحيح. الآن عكس فيما مضى نرى 3 أهداف 4 أهداف حتى 5 أهداف، أما الآن فلا نرى ذلك، لأنه أصبحت طينة اللاعبين الذين يمتعون داخل أرضية الميدان قليلة، أصبح الآن اللاعبون أكثر انضباط تكتيكي وأكثر لاعبين الذين يمتازون بالحركة السريعة التحول السريع. لذلك نظن أنه كرة القدم الحديثة هي التي صعبت على المشاهد الكريم من المتعة. وإيطاليا قدمت لنا إنزاكي وعاد مورينيو، عاد مورينيو أيضا بمجموعة وبأسماء ليست بالكبير أوروبيا ووصل إلى نهائي أيضا. ونتأسفوا أنه للمرة الثالثة الكرة الإيطالية تخسر يعني هذا الموسم، يعني أمرنا صعب جدا. أنا أؤمن باللعب في المباريات النهائية، والدليل على ذلك كل الفرق العالمية في النهائيات لا تأتمن على كرة القدم منذ نهائي مانشستر يونايتد مع البايرن ميونيخ. منذ ذلك أهدرت خلينا نهدر، منذ ذلك النهائي كل الفرق العالمية تأخذ حذرها في النهائيات، ما تأمنش كرة القدم. كرة القدم لا تلعب في النهائي، بل من يرفع الكأس في النهائي ليسجل في التاريخ. التاريخ يحتفظ بالذي يفوز وليس الذي ينهزم، هذه هي كرة القدم صح ولا لا؟ لا هل تحتفظ بما قاله كولينا في النهائي بعد النهائي؟ ماذا قال كولينا؟ البارح كنت أشوف فيه، البارح كنت أشوف فيه على أخذت أنا هذه، البارح كنت أشوف فيه ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال بعد أن النهائي لما البارح لما ذهب لكي ينهض بكيفور لما كان جالس في واش قال؟ قال كرة القدم لا تؤتمن، قالها بالحرف الواحد، قال سيبقى كيفاش قال هذه؟ سيبقى النهائي عبر التاريخ وعبر الأجيال. هذا كان بس لأنه هو اللي درني. أنا البارح يعني في قناة الهداف كنا يعودوا فيها، كنا نشوف كولينا ماذا قال بالحرف الواحد، قال كرة القدم لا تؤتمن وواحد النهائي هذا سيبقى للأجيال، لأن كرة القدم 90 دقيقة بايرن ميونخ فائز بالكأس، 3 دقائق سجل هدفين مانشستر يونايتد، والذي لعب الكرة أكبر من لعب الكرة هي البايرن في هذاك النهائي بلاعبين كبار، ولكن مانشستر لم يلعب في لقطتين خاصة من الركنية جاء الهدف الثاني فازت. الشيخ زكريني هذا أنا ما نشتقني رأي فقط رأيك الشيخ زكريني. شوف الكلام اللي تكلمه محمد جمال وقال المقولة هذه تاع النهائيات تربح ولا تلعب. ولا تلعب تكسب ولا تلعب اكزاكتومون. هذه يا شيخ زكريني المثال اللي مديته انت، مانشستر سيتي مانشستر يونايتد سجل هدفين في الدقائق الاخيره لانه لعب، ولانه لعب بخصائص لاعبيه. لكن الفلسفه تاع المدرب تاعو قالت انه يتكتل ويهاجم بالهجمات المرتدة أو نقطة قوته هي الكرات الثابتة فاز بها. إذن ماشي ما لعبش به تربح، لازم تلعب. ساعة إلى الفوز أكثر من ساعة إلى الفوز، فكان له ذلك كان يقصد بها المتعة، لأنه اللعب تحت الضغط واللعب لأنه نهائيات. وشو الضغط اللي فيها؟ ضغط النتيجة. الضغط النتيجة ما تقدرش أنك تمتع وتربح في نفس الوقت إلا في حالات نادرة. غوارديولا أراد أن يمتع في الموسمين الفارطين فخرج. أحب نسقسي حاجة، سؤال برك، هل كرة القدم فيها الحظ ولا ما فيهاش؟ فيها الحظ قبل المباراة. أنا سقسي مليئة بالحظ الأخ سام محمد، واحد يقول قبل المباراة واحد يقول مليئة بالحظ. أعطيك مثال في مباراة اليوم، كرتان للإنتر يخرجهم المدافع والحارس من على خط المرمى، لكن فريد هذه موجود، هذه ما فيهاش نعم. الحظ هذه إن سدد الكرة بالرجل الصحيحة في المكان المناسب لسجل الهدف. لم يتم تسجيل الهدف لأنه لم يتمكن من تسديد الكرة بالطريقة المناسبة. أنا فريد يسكن الحظ في كرة القدم في الأخطاء،
صافي دير كلمه حق موجوده ولكن تسكن في الاخطاء. موجوده تسكن في الاخطاء. تفضل. خلاص ختمه. خيط اجمل ختام لاجمل منافسه واجمل لقب واغلى منافسه اوروبيه. فتحنا هكذا الزاويه وفتحنا القوس وغلقنا لان الامر يتعلق ب حدث عالمي كبير جدا وحدث آخر ويتعلق بالمنتخب الوطني الذي يعود إلى أجواء المنافسة. سيدخل التربص ابتداء من هذا الاثنين بإذن الله. ندوة صحفية للنخب الوطني هذا الأحد. عناصر الوطنية بدأت تصل تباعا إلى مركز سيدي موسى. زميلنا أحمد سويلي يتحدث عن عودة الخضر إلى المنافسة وبعدها نعود للنقاش رفقة محللين. بعد ثلاثة أشهر عن آخر مواجهة لعبها المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب النيجر والتي سمحت له بالتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 قبل جولتين عن نهاية التصفيات، سيكون أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي هذه المرة على موعد مع المنتخب الأوغندي في مباراة شكلية بالنسبة للمحاربين. 26 لاعبا سيسجلون حضورهم في تربص الخضر الذي ينطلق في 12 من الشهر الجاري، أين سيكون مسبوقا بندوة صحفية للمدرب جمال بلماضي. هذا الأخير عرفت قائمته أسماء جديدة في صورة اللاعب حسام عوار المنتقل حديثا إلى نادي روما الإيطالي وثلاثي اتحاد الجزائر، كل من الحارس أسامة بنبوط والمدافع المحوري زين الدين بالعيد والمهاجم أيمن محيوس، إضافة إلى لاعب أونجي الفرنسي حماد عبدلي. كما شهدت القائمة عودة اللاعب هيثم لوصيف وفيكتور الكحل بعد طول غياب، في حين لن يكون الرباعي يوسف بالليلي أوندي ديلور عبد القاهر قادري واسماعيل بن ناصر المصاب معنيا بمواجهتي أوغندا الرسمية وتونس الودية. الأكيد بأن الناخب جمال بلماضي سيكون أمام فرصة تجريب أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم تحسبا لقادم الاستحقاقات. فعلا أحمد، قادم الاستحقاقات للمنتخب الجزائري. منتخب جزائري جمال بثوب جديد، بأسماء جديدة، بمعطيات جديدة، بمستقبل آخر، والتجديد التجديد بدأ في عهد جمال بلماضي بأسماء يتأكد هذا التجديد بقدوم عوار والبقية. تفضل. صحيح، عوار وحسب هو آخر أو أول الواصلين وكأنه اشتاق ومتحمس جدا بأن يصل إلى بعد أن تعذر عليه الحضور في التربص السابق. طبعا، وبعدما أيضا يعني أكد الانتقال نتاعو إلى روما، ربما هذا كان بحاجة إلى هذا، إلى الانتقال حتى يتخلص من ضغط رهيب فريق اليوم والالتحاق بالمنتخب الجزائري. إذن أنه الأمور الآن ستمشي في الاتجاه الصحيح من خلال هذه الأشياء اللي وقعت. الجزائر تلعب مع أوغندا مباراة رسمية تصفية كأس أمم إفريقيا، الجزائر في المركز الأول ب 12 نقطة. طبعا تنزانيا أوغندا في المركز الثاني والثالث بأربع نقاط، النيجر بنقطتين. هذه الجولة الخامسة في انتظار الجولة السادسة والأخيرة، يعني الجزائر متأهلة إلى بصفة رسمية في انتظار أنها تؤكد هذه في هذه المباراة أمام أوغندا خاصة بالكاميرون. نظن بأنه كل شيء بدأ الآن يحضر لمرحلة انتقالية للمنتخب الجزائري. فيكتور الكحل الذي يعود إلى المنتخب الجزائري بعد غياب، وحسب آخر الأخبار فإن فيكتور ربما الكحل سيلعب بألوان أم صلال في البطولة القطرية. يعني هناك انتقالات بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري. أيت نوري غائب لأنه مصاب حتى نأكد، وهناك إصابة في الركبة وغيابه عن فريقه في إنجلترا، لعب 21 مباراة فقط خلال هذا الموسم. هو أيضا كان هناك الجديد بالنسبة لهذا المنصب. نظن بأنه جمال بلماضي يفكر أكثر في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ويفكر في تصفيات كأس العالم 2026 بمجموعتين جديدة. نذكر أنه حتى
بالنسبة للاعب حميد عدلي اللي هو واحد من أبرز، أنا نظرنا في نظري هو واحد من أبرز اللاعبي وسط الميدان، ونشبهه شخصيا لمدحي الحسن. إن شاء الله يكون في ذاك المستوى بنفس الأداء يعني والإيقاع في الوسط، ما كناش نقدر ربما الأداء. إن شاء الله يا رب. جابر نعمون، ماذا ننتظر من من رسمية أوغندا، ولو أنها رسمية بالطابع ودي مدام أنه تحضيري وليس ودي، لأنه لن تعد هناك مباراة ودية بقدر ما هي مباراة تحضيرية مدام الأمور محسومة بالنسبة للمنتخب الجزائري، ثم بعد ذلك مباراة تحضيرية أمام منتخب التونسي في الفرق الزمني قليل، ولكن جابر بالماضي أصر وهو دليل قاطع على أنه يريد تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هاتين المباراتين. تفضل. تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين من بين الأسباب التي كانت مباراة تونس قريبة مباراة أوغندا، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لما نرى هذه القائمة تدرك جيدا أنه بالماضي يفكر في الاستحقاقات القريبة والبعيدة. القريبة بسبب النواة التي احتفظ بها في صورة محرز وسليماني وماندي وبوداوي وتوغاي، هذا اللاعبين. المدى البعيد، اللاعبين الشبان الذين لا يتعدى عمرهم 22 سنة كشايبي وابو عناني، واللاعبين المحليين لكي يعطي أهمية للعب المحلي ويقول لنا في رسالة أن ما نسيتوش رباعي اتحاد العاصمة الذي أثبت أحقيته بالتواجد في هذه القائمة، ويحتاج أيضا إلى الخبرة الإفريقية لهذه الأسماء، أسماء لأن بكل بساطة أبطال إفريقيا. نعم، لأنه تجربة توغاي في المنتخب الوطني ربما سنرى توغاي آخر بالعمري قبل ذلك وبالعمري الليلي، استفدنا من خبرة هؤلاء اللاعبين مثلا بالعمري، استفدنا من خبرته لما كان في شبيب القبائل وجدناها بنبوط كحارس بالعيد. هؤلاء اللاعبين ربما بالماضي راه يقولون باللي اللاعب المحلي ما زال في ذهني واستدعيه. أما عوار خبرته، والكل يعلم ويعرف قيمة هذا اللاعب أوروبيا، دوكا كما يقولوها باللغة الفرنسية لازم يدخل دون لو بان، لأنه إفريقيا ليست أوروبا. هذه المباريات الودية هي التي ستؤكد ذلك. أفضل ظروف مباراتين من دون ضغط، أفضل سيناريو ممكن لعوار حتى يدخل في الأجواء فريدة، وأفضل من يدخله في هذه الأجواء هو المدرب الكوش جمال بالماضي، لأنه هو عاشها من قبل لما كان في مارسيليا وجاء إلى الجزائر، لأنه هو أدرى بإفريقيا أفضل من الجميع. ظروف أفضل الآن في إفريقيا. نعم، مقارنة بفترة جمال بالماضي. نعم، ولكن الملاعب أفضل، والكاف الآن لا تؤهل كل ملاعب، معطيات مختلفة. نعم، ولكن نحن نتكلم من جهة الظروف المناخية، التجربة الإفريقية صعبة بعض الشيء من التجربة الأوروبية، لأنه هو عاش وكبر في أوروبا ولعب هناك في أوروبا، لعب مع المنتخب الفرنسي من قبل، لعب رابطة أبطال أوروبا، ليس عنده فكرة جيدة عن الظروف. أين تحسنت زمان؟ ما فيش طائرة خاصة وظروف أريحية في الفندق، كانت معاناة كبيرة. زكريني بالنسبة للاعبين يكتشف عالم آخر لما يذهب إلى إفريقيا، الآن تحضير مستوى آخر. زكريني الآن كل الظروف مهيئة لكل المنتخبات، ليس المنتخب الأول فقط. الآن طائرة خاصة مقارنة ببعض الدول، ببعض الفرق المنتخبات الأخرى التي تأتي، شفنا برك اللي لعبت مع اتحاد العاصمة في النهائي وين داروا إسكال في اسطنبول. يعني احنا اتحاد العاصمة طائرة خاصة، لا الجزائر، في الجزائر كل الفرق، يعني كل الدولة الجزائرية موفرة كل الظروف للمنتخبات، للمنتخب الوطني، كل الظروف، ليست كالبالغ حتى اللاعبين. الآن قلت كلمة جيدة وجيدة جدا، الكاف لا تؤهل الملاعب التي لا تتلائم مع لعب كرة القدم، وفي النهائي تاع الذهاب أفريكانس الملعب تاعها رغم الأمطار ورغم كل شيء شفنا الملعب كان لباس به، كانت الكرة تمشي. يعني نقولها ما أوغندا سنلعب في جابوما، نلعب في جابوما، واحنا عندنا نظره سيئه شويه على جابوما من كاس افريقيا الاخيره. خلاص ولكن هذيك خلاص نفكر في، يعني بكل صراحه الظروف مهيئه جدا للمنتخب الوطني. نزيدوا ايضا ايمن محيوس، اترك فريد يواصل فكرته. تفضل فريد. نعم، وبالنسبه للاعبين حتى الجدد كما قال الاخ جابر، الان لاعبين اتحاد العاصمه اللي عندهم الخبره الافريقيه سواء من الشان او حتى من صحيح. مساهمة في التتويج بكأس الكونفدرالية، هذا سيكون له وزن كبير في إفريقيا حتى من جهة المنظومة وحتى من جهة طريقة اللعب، لأنه أفضل من يلعب ضد
في إفريقيا أو ضد المنتخبات الإفريقية التي يمتلكون لاعبين محليين كثر من أمثال كما الآن نشوف أوغندا، عندهم 8 و9 لاعبين نشطوا الشان الأخير بقيادة هذا المدرب ميتشو. على ذلك نظن أن لاعبين اتحاد العاصمة سيكون أفضل خيار وأفضل منتوج محلي سيروج لهذه المباراة إن شاء الله في كاميرون ضد أوغندا. جمال نزيدوا نضيفوا أيضا أيمن محيوس بعد الخبرة والتجربة اللي اكتسبها مع منتخب الوطني المحليين في الشان، بعد الخبرة نتاعو مع الاتحاد الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية والمشوار الكبير وسعيد بالرحمة والعودة المنتظرة والقوية والعودة طبعا نبارك له التتويج بكأس المؤتمر الأوروبي. واستهام أصبح سعيد بالرحمة واحد من اللاعبين الأساسيين والمؤثرين في الفريق، وإحنا كنا توقعنا في الحقيقة أنه سعيد بن رحمة سيعود إلى تشكيلة المنتخب لأنه فقط هذاك الوقت اللي كان باش ندخلوا المجموعة اللي جات باش تأخذ نصيبها وتأخذ الوقت ديالها اللازم، وبعد ذلك العودة مستحقة. سأطرح سؤال تكتيكي فني وبعد ذلك نغلق ملف المنتخب الوطني نعود إليه في العدد القادم بإذن الله. مع عوار، مع عودة بن رحمة، مع الأسماء الجديدة، هل سيتغير رسم التكتيكي للمنتخب الجزائري؟ هل ستتغير طريقة جمال بالماضي؟ هل ستكون هناك حلول فنية تكتيكية مبنية على هذه الأسماء الكبيرة أم كيف ترى المستقبل جابر نعمون؟ عكس كلمة الإفلاس التكتيكي هو الثراء التكتيكي، هذه مفروغ منها. الثراء التكتيكي من ماذا مستمد؟ مستمد من ثراء التشكيلة. لما تكون عندك تشكيلة ثرية فأنت فعلا ستكون مدرب ثري تكتيكيا. الثراء التكتيكي يا كريم هو يجي من تعدد البروفايلات تاع اللاعبين. بالماضي في وقت ما كان لا يستدعي البروفايل تاع عبد القهار قادري وتاع عوار لأنه لا يستعمل ذلك صانع اللعب. دائما بالماضي يستعمل باللغة الفرنسية اللي ريليور، هذوك الرابطين كان يستعمل بالناصر وفاغولي. لكن الآن أصبحنا كتاب مفتوح في إفريقيا، بالماضي اعتمد على بروفايلات مختلفة حتى يمكنه من المرونة التكتيكية في المباريات المختلفة وفي المباراة نفسها. فريد رأيك كما قال الأخ جبر، الآن لما يكون عندك لاعبين كثار في أيديك خاصة داخل أرضية الميدان يمكنك تغير التكتيك من دقيقة إلى أخرى، يمكن لاعب تغير إدخال لاعب يغير لك التكتيك بالكامل. يمكن أن تبدأ بالاستراتيجي أو بمبدأ نظام لعب تاع 4-3-3، دخل لاعب عور تصبح تلعب 4-4-2، يمكنك أن تدخل عبد القهار قادري، يمكن أن ترجع 4-1 4-1، لأن المرونة التكتيكية كما قال الأخ جبر نعمون مستمدة من قيمة اللاعبين اللي يكونوا في أيديك داخل أرضية الميدان. لذلك نظن أنه ما فيش مدرب يكون غني تكتيكيا بغنى بفقر لاعبيه، لذلك دائما ما يكون غني تكتيكيا بغنى لاعبيه وبما يقدمه لاعبيه داخل أرضية الميدان. جمال آخر عندك إضافة قبل أن نغلق الميدان؟ بقوة وسط الميدان إن شاء الله، إذن بالتوفيق بقوة وسط الميدان. نتمنى الشفاء أيضا لبن ناصر أن يعود لأننا بأمس الحاجة إلى خدماته وركيزة أساسية. منين زكريا نشوف عور وبن ناصر في الوسط؟ نعم، ولكن هذه إن شاء الله مشيئة الله يعني إن شاء الله. بس أنا حبي أزيد حاجة، 4 لاعبين أساسيين غير موجودين، مشي حاجة سهلة تزيد تغير. مبولحي، بلايلي، بن ناصر، ديلور عطل الجولة، ما عطل 5 لاعبين، لا بديلور شوية من الأربعة الآخرين أساسيين ما كانش هم يزيد يدير واحد آخر، ماشي حاجة سهلة يعني بالماضي يعني. ولكن يغيبوا في هذا الوقت أفضل مما يغيبوا في أوقات أخرى بطبيعة الحال، ولو أنه نبولح يبدأ أن الأمور لا مانيش أنا قلت لك الأساسيين اللي كانوا أساسيين يعني ماشي حاجة سهلة. لذلك هو المدرب ضخ دماء جديدة للمنتخب لإعطاء نفس ثاني، وعلى ما أظن كما قال الأخ جابر عنده نظرة كبيرة للمستقبل القريب والبعيد لإثبات الذات ولإثبات هذه التشكيلة التي معدل عمرها وحتى اللاعبين المستقدمين معدل عمر 22 21 20 سنة لإعطائهم كل المستقبل
أمامهم في المنتخب الوطني. والفرصة مواتية لكل زملائنا الإعلاميين بطرح هذه التساؤلات وأسئلة أخرى للناخب الوطني جمال بالماضي هذا صبيحة هذا الأحد بإذن الله بمركز سيدي موسى في الندوة الصحفية التي تسبق بداية تربص المنتخب الوطني. إلى الرابطة المحترفة بعد الفاصل. الرابطة المحترفة تتواصل فيها المباريات ونقترب من نهاية الموسم وطبعا لا شيء حسم يا جمال بعد صعود هلاش الغوم أو نزول هلاش الغوم العيد البقية لا شيء حسم إلى حد خاصة في الصراع من أجل تفادي النزول ما زالت الأمور شائكة ومعقدة والمجموعة أصبحت أكثر توسعت المجموعة أصبحت كانت 3 و 4 اليوم راهي في 5 ولا 6 سنتحدث عن ذلك بعد قليل تفضل توسعت وأمر اللقب اليوم يحسن بعد جمال لا أظن بالنسبة ما هيش قضية لقب قضية 6 مراكز الأولى صحيح 6 مراكز الأولى صحيح هذه هي اللي اللقب أنا نظن باللي الوصيف ربما اللقب نظن لها بنسبة 80% حسابيا لم ينتهي ولكن حسابيا لم ينتهي حسابيا لم ينتهي لم تبقى مباراة أو مبارتين فقط لحسم الأمور ولكن فيه ما في الوصيف هو الوصيف ست مراتب ست مراتب نتكلم عن ذلك تفضل ست مراتب نتكلم بالتفصيل الأول يشارك كأس رابطة أبطال إفريقيا إفريقيا الثاني وإذا فازت شباب الوزداد بكأس الجمهورية يكون هناك تاني رابطة أبطال إفريقيا الأول والثاني الأول والثاني الثالث الثالث والرابع بشرط إذا فازت الشباب الوزداد بكأس الجمهورية الثالث والرابع تشامبيونز كأس الكاف والخامس والسادس كأس العرب واتحاد العاصمة ممكن قلت لا هذاك مفروغ منها لا كأس الكاف هذيك مفروغ منها الكأس الكاف رسميا إلا إذا حبت تلعب تشامبيونز ليج واحتلت المرتبة الثانية تلعب تشامبيونز ليج من حقها ولكن كأس الكاف رسميا اتحاد العاصمة والبداية بشباب الوزداد الذي تنقل إلى البيض وعاد بكامل الزاد من هناك نتابع سوي ملخص المباراة على ملعب الرائد زكريا المجدوب بالبيض استقبلت مولودية البيض الضيف شباب الوزداد في حساب الجولة 25 من بطولة المحترف الأول بداية اللقاء دخلها الزوار بنية مباغتة أصحاب الأرض والتضييق عليهم إلى أن تم تسجيل الهدف الأول من طرف اللاعب وانبا في الدقيقة 5 من بداية المباراة بعدها الآلة الهجومية للمولودية تتحرك بغية الوصول لمرمى شباب الوزداد لكن دون جدوى في الدقيقة 24 اللاعب خلف الله هشام استطاع فك شفرة دفاع شباب الوزداد وذلك بتعديله لنتيجة المباراة اهدروا الفرص على كثرتها من جانب أصحاب الأرض فلا حيث لولا هشام تمكن من هز شباك مرمى شباب الوزداد وتضخيم النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لهدف المرحلة الثانية رمى أجبال المدرب حجار بكل قواهم والتضييق على الزوار فكان التهديد في الدقيقة 52 برأسية اللاعب بركات غير أن الكرة علت مرمى شباب الوزداد بعدها يتواصل اللعب من الجانبين هجمة من هنا وهناك دون تجسيدها لأهداف حقيقية في الدقيقة 62 الحكم بن إبراهيم الحلو يعلن ضربة جزاء لصالح شباب الوزداد بعد عرقلة من طرف أصحاب الأرض لتجسد من طرف اللاعب وانبا الذي أكد الهدف الثاني لفريقه يستمر اللعب من طرف أصحاب الأرض بتضييع عدة فرص لم تترجم لأهداف بعد مراوغات اللاعب بالخير استطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75 لشباب الوزداد محاولات من طرف أصحاب الأرض من أجل الرجوع وتقليص النتيجة حالة دون تسجيلها لأهداف في الدقائق الأخيرة للمباراة ونعرج مهم جدا جابر للشباب أمام فريق ليس سائل من السهل أن تفوز عليه داخل الديار أكيد دعني أقول لك أخ كريم دون لف ودوران أنها مباراة اللقب بالنسبة لشباب الوزداد
وأعي جيدا ما أقول. إذا كان جمال محمد جمال شطر القضائي فهذا جمال شطر القضائي هذه واحدة من مباراة اللقب لأنه مهم جدا. ماهيش مباراة ماش الفاصلة والحاسمة ولكن مهمة جدا. الفاصلة حسابية لكن أعي جيدا ما أقول منعرج حاسم هذا هو منعرج اللقب لأنه بالوزداد بفوزه بهذه المباراة يمكن نقول أنه حسم اللقب بنسبة 95% لأنه لو تعثر في مباراة البيض التي كان الجميع ينتظر أنه يتعثر لأنه مولودية البيض لم تنهزم أول خسارة وأقولها أيضا أنه مرحلة الفراغ التي عانى منها شباب بلوزداد تجاوزها لأنه بعد 8 مباريات فاز بمقابلة واحدة ضد وفاق سطيف باساجا فيد طول شوية خاصة بعد الإقصاء من كأس رابطة أبطال إفريقيا ضد سان داونز أدخل الشباب في مرحلة شك تجاوز مرحلة الشك شباب بلوزداد. أعطي لي هيكل وطارق إن أمكن الحالة التحكيمية وضربة جزاء الخاصة بفريق شباب بلوزداد وطبعا بعد لحظات ستكون اللقطة جاهزة. في الجهة المقابلة فريد شباب قسنطينة يصر على الوصافة ويصر أيضا على إبقاء السسبانس بالنسبة للقب إلى غاية آخر لحظة. نعم وخاصة أنه فاز في المباراة الأخيرة أمام الأربعاء يضيق دائما الخناق على صاحب المرتبة الأولى على الأقل أخذ كامل الاحتياطات من صاحب المرتبة الثالثة ولكي يتقدم بعض الشيء رويدا إلى في كسب النقاط والاعتلاء أكثر لما لا يقول لك أني سأخذ البطولة لأنه من حقه أن يطمع إلى ذلك وسأعود إلى شباب قسنطينة بعد أن أشاهد سويا اللقطة من أدار مباراة يذكريني لحلو بن براهم واليوم أدار مباراة في تونس يعني الديربي الكبير تاع تونس هو اللي زاد أداره اليوم ورباعي تحكيم جزائري اليوم تحكيم جزائري ودار مباراة جيدة يعني بكل صراحة في تونس نقولوا يديروه توعنا برا مليح وبالداخل ما يديروش المليح في البيض دار مباراة ممتازة كذلك بين البيض وشباب بلوزداد وين شفنا ضرب الجزاء عرقلة واضحة يعني بكل صراحة نعاودوا نشوفوا النقطة حاولوا شوفوا الوضعية تاعو راه شوف الوضعية تاعو يعني قريب جدا من اللقطة شاف الوضعية شاف العرقلة أعلن عن ضربة الجزاء يعني بكل صراحة ضربة جزاء كما تحب تقول تاع شرعية صحيحة لا غبار عليها نقول شرعية الصحيحة وتقول لنا الغبار عليها تحبني نقول نكمل لك كل شيء هيا الله كمل كل شيء محمد جمال في الجهة المقابلة في قسنطينة مباراة لم تكن سهلة أمام أمل الأربعاء فريق مهدد بالسقوط طبعا. حتمية الفوز حتمية عدم تضيع النقاط يفوز بثنائية شاهدوا الصور سويا هيكل ونعلق على قيمة وأهمية هذا الانتصار جمال فنيا وحسابيا للسياسة بالنسبة لي الشباب قسنطينة ثنائية لاعب معمري في الدقيقة 11:28 يعترف لامين بوغرارة بأن الحارس حارس شباب قسنطينة هو صح هو رجل المباراة وهو الذي أنقذ شباب قسنطينة في هذه المباراة هي الركنية بالرأس في الزاوية البعيدة يعني في دقيقة 11 أول هدف ثنائية من شباب قسنطينة الذي يريد دائما أن يبقى في الوصافة وأن يتابع على نفس المنوال من أجل أن ويعقد من مأمورية أمام الأربعاء في المركز يعني مهدد ب 29 نقطة الحسابات هي هكذا تحكيميا نعم. ذكرني لا ما فيش حالة تحكيمية مخالفة سراج ورد بسلامة ولا حالة تحكيمية تذكر الأمور كانت هكذا هادئة صراع اللقب إذن هو هكذا بين شباب الوزداد وشباب قسنطينة مولودية البيض مرتاحة في وسط الترتيب أمل أربع أمورها معقدة وصعبة هي في دوامة الحسابات بالنسبة للبقاء أما كلاسيكو المباراة الكلاسيكية التقليدية التي ننتظرها في كل موسم بين شباب القبائل ومولودية الجزائر فجاءت بمعطيات البحث عن نقاط للبقاء بالنسبة للشبيبة البحث عن نقاط من أجل البوديوم للمولودية في نهاية المطاف الكلمة الأخيرة عادت لشبيبة القبائل مباراة علاقة على زميلنا مسعود شيشة العودة إلى الوراء موجود سليم بوخنشوش ثم سوياد كرة الدور بين عناصر شبيبة القبائل وتصل إلى بن زايد على الجهة اليسرى يمرر هو الآخر على الجهة اليسرى محاولة المراوغة توغل داخل منطقة عملية الأول داخل منطقة العمليات والهدف الأول
فريق شبيبة القبائل في هذه البداية. واقي يتمكن من افتتاح باب التسجيل في وقت مهم جدا في هذه المباراة بالنسبة لفريقه فريق شبيبة القبائل، وهو السيناريو المفضل والأحسن بالنسبة لشبيبة القبائل. شوف سقوط أحد لاعبي المولودية، التوغل على الجهة اليسرى ثم تسجيل الهدف بطريقة سهلة. شبيبة القبائل إذن تفتتح باب التسجيل في وقت، شوف المراوغة، التوغل دون متابعة دون مضايقة، الهدف الأول لفريق شبيبة القبائل في المرحلة الأولى هذه لصالح المولودية. تنفذ رأسية وتدخل الدفاع، هجمة سريعة معاكسة من جانب فريق شبيبة القبائل. ذكي هذه الكرة، ذكي هذه الكرة من جانب شبيبة القبائل. الثاني لشبيبة القبائل، الثاني لشبيبة القبائل، الثاني لشبيبة القبائل عن طريق آدم رجب. قلت وتحدثت وأشرت أن الهجمات المعاكسة المرتدة سريعة خطيرة دقيقة من جانب شبيبة القبائل، وهذا ما حدث فعلا للمرة الثانية تقريبا. كرات سريعة دقيقة مركزة وكأنها مدروسة. شوف الخروج بالكرة بهذه الطريقة، سلسلة من المراوغات والاحتفاظ بالكرة ثم التمرير في الوقت المناسب. دائما كسيل أبو عالية هو مهندس مثل هذه الكرات، وأرجم آدم يوني هذه الكرة. كسيل أبو عالية يتألق مجددا بطريقة إخراجه للكرة. نهاية موسم مجنونة لبو عالية من جانب فريق شباب القبائل، لبوصوف من جانب أيضا شباب الوزداد. وفريد ملولي يسكن ذكرنا بأنه في مباراة بين شباب قسنطينة وشباب الوزداد، يا جابر يا نعمون، في قسنطينة منعرج آخر من منعرجات البطولة هذا الموسم. 46 نقطة، 46 خوفوا شوية. إذا شبيبة القبائل يا فريد بكل بساطة تعود من بعيد، وحتى أشد المتفائلين داخل بيت الشبيبة يفكر في كأس الكاف. نعم، لأنه على بعد حسابيا على بعد 5 نقاط عن المراتب اللي كنا نذكرها، المراتب عن البوديوم. لذلك قلت الأخ كريم، الآن شبيبة القبائل لا ينظر تحته، لا ينظر تحته، لأن في كرة القدم الفوز يأتي بالفوز والخسارة تأتي بالخسارة. لأنه لما تكون تخسر مباريات وراء بعضهم بعض يدخل الشك في اللاعبين ويصيروا اللاعبين في ضغط. أما لما يكون اللاعبين الفريق ككل من فوز إلى فوز يعطي بعض من النشوة وبعض من الثقة المكتسبة من طرف المجموعة من اللاعبين، وخاصة شخصية الفريق التي عاد بها اللاعبون من بعيد، خاصة لما كنت تقول الآن اللاعب بوعالية من شارب من طرف شبيبة القبائل، وفي وصفة سحرية يحبها كثير. نعم، وحتى اللاعب مواقي دادي الذي سجل للمباراة الثانية على التوالي يحبها جبل نعمون. ليش حال الانتصار وتعادل لبوزيلي؟ شوف والله مدام رميت لي الكرة ليا أنا ما نخليش الحاجة هذه تجوز. أنا نعطيها لك والله. شوف أنا شوف بغض النظر على الإدارة، شوف موبيليس والإدارة ما نهدرش، لأنه كاين إدارات وما نجحوش. ما نهدرش على الإدارة تاع موبيليس كيف الدعم اللي قدمته، نهدر على 3 أشياء وأعي جيدا ما أقول. بوزيدي تفوق تكتيكيا على كل المدربين. نعم. وأقولها وأعيدها، بوزيدي تفوق تكتيكيا. التلفزيون العمومي الجزائري منحني الفرصة أني أحلل من أرضية ميدان تيزي وزو 3 مرات. هل لأنه يفهم عقلية اللاعب الجزائري؟ لا لا، نهدر تكتيكيا سعى المدربين كيف تفوق عليهم تكتيكيا، التغييرات كيف يغير، كيف عنده المرونة التكتيكية مع لاعبيه. هذه الشيء الأول. الشيء الثاني قلتها لك في الحصة الفارطة، كاين فرق بين مدرب ومونير دوم. يعرف يسير غرف تغيير الملابس. بوعالية الذي كان مع حمدي ليس هو بوعالية الذي هو مع بوزيدي. وأقولها في نهاية كلامي، بوعالية فنان وبخنشوش ميزان. ولكن كاين حاجة الأخ جبر، أنا أعرف بوزيدي جيدا، هو مدرب يركز كثيرا على الجانب الذهني للاعب والنفسي لإخراجه من المنظومة السابقة إلى المنظومة الجديدة. أنا أسميها منظومة
بوزيدي، لأنه بكل بساطة كل العوامل جاءت في ولا ننسى كذلك الأخ إبراهيم زافور فعلا إبراهيم أن يقوم دور كبير في غرف الملابس بعودة جمهور الشبيبة أيضا جمال وبمدرب أيضا عرف عقلية لعب الجزائري وقدم الإضافة اللازمة وبإبراهيم زافور أيضا. ولكن في الجهة المقابلة ماذا يحدث في المولودية يا جمال؟ المولودية لا تسجل كثيرا، غير مقنعة في منعرج آخر مهم جدا جماعه، كيف تعلق؟ نعلق نقول أولا أن أبو عليا أيضا يمكن أن يكون رجل سباقات السرعة في اللي شفناه اليوم في هذه صحيح خلال القلب هذا أهم شيء مميز شفناه إلى جانب الأهداف والأداء والجمهور، هذا شيء مميز جدا، لذلك قلت بأن نهاية مجنونة. صحيح. يلا ماذا نقول عن المولودية؟ المولودية في المركز الرابع ب 39 نقطة، قالوا ننتظروا إلى نهاية الموسم نشوفوا، نزيد أنا نروح في هذا الطرح وننتظروا المولودية إلى نهاية الموسم إن شاء الله، وشوفوا إذا كانت بإمكان المولودية أن تكون في الوصفة وتكسب فنيا لم تقنع، لم تقنع فنيا في المباراة، لم تقنع فريدة، كانت نعم. كانت في الحقيقة غيبة، لم تكن المولودية التي يجب أن تكون طبعا في موعد وفي كلاسيكو كبير وضرورة اللعب من أجل مشاركة. ولكن لو نعود قليلا إلى الجولات الماضية نرى أن فريق مولودية الجزائر وفريق وفاق سطيف اللذان انهزما بعد توقف شهر كامل عن المنافسة الرسمية، الفريقان توقف شهر كامل، لذلك لم نرى المردود الجيد للاعبين داخل أرضية الميدان، لما تكون فيه كسر للريتم المقابلات والريتم القوي للمقابلات حتى تعويضهم بالمباريات الودية، ولكن لا يعوض ريتم المباراة الرسمية الأخرى. تبقى فقط مجرد عامل وليس لكن ليس عوامل أخرى موجودة. فريد اللي يلعب بزاف نقوله بزاف عليه، اللي ما يلعبش نقوله ما يلعبش. الأسبوع أعطونا النتيجة. لا يمكن أن تكون مبرر فقط حتى طبعا. لما كان الفريق يلعب في أشياء أخرى نسنا في بومال تحكيم يزكري يلا في حالة تحكيم من أدار المباراة والحالة تحكيم يزكري جمال ثلاثي تحكيم بن شهيدة وبالرحمة والصحبي في حالة تحكيمية تاع ضربة الجزاء واللاعب خرج الكرة باليد نتاعو، دوك نشوفو يعني هاي لك اليد واش راها دير في السماء يدو، علاش طلعت يدو؟ هو يطلع نورمالمون براسو ماشي بيدو. لما القانون واضح، اليد لما ترتفع فوق الكتف، فوق الكتف النص القانوني هكذا يقول، فوق الكتف شوف الكرة، ضعب الكرة وخرج الكرة بيدو، هنا كان لابد على الحكم أن يعلن عن ضربة جزاء. لم يعلن عن ضربة جزاء لفريق مولودية الجزائر في هذه الحالة. خلي زيدي راح يطرح لي سؤال. شكون اللي تحصل؟ وهذه ضربة الجزاء هي من أتت بالهدف الثاني لشبيب القبائل. شنو هاوليك وراه رايح؟ على جمال قال لك هذا سباق السرعة. نعم. على من هذا اليد لما اللاعب بدا طلع ضربة الجزاء. كاين ناس يقولوا كاين دفع. الدفع متى حدث؟ بعد ما ضرب الكرة. بعد ما ضرب الكرة وقع الدفع، اللي هي واش نحتسب؟ نحتسب المخالفة الأولى، زيد روح لك إلى أبعد من ذلك. كان حتى ولو وقعوا في نفس الوقت، في نفس الوقت ضرب اليد والدفع فينا، القانون يقول أون سانكسيون لا فوت لا بلو غراف. نعاقب الحالة التحكيمية الأكثر عقوبة ألا وهي لمسة اليد. هنا في ما عدا هذه الحالة التي أخطأ فيها الحكم. وحالة مؤثرة طبعاً. مؤثرة في هذه القرار مؤثر ثاني لأنه مباشرة كان الهدف الثاني. كان الهدف الثاني. باش نكونوا واضحين. جاء فيها هدف مؤثر لو انتهت المباراة بهدف مقابل صفر. بهذه الحالة نقول مؤثر تأثير كبير، ولكن كان فيه 2-0 أنا أقول وأكرر فيه ضرب جزاء. ها؟ لا كانت 1-0 كان 1-0 كانت. كانت واش قلت لك؟ قلت لك هذا الهدف الثاني. ثاني. واش راني نهضر لك؟ لأنه جاء بطبيعة الحال. فعلا اتفقنا. نذهب مباشرة إلى هلال، إلى شلغوم العيد. مباراة أيضا كان على الوفاق، كان الوفاق أمام حتمية الفوز بالنقاط الثلاث. نتابع سويا ملخص المباراة ثم نعود للنقاش.
لم يجد فريق وفاق ستيف صعوبة كبيرة في الفوز على فريق هلال شلغوم العيد الذي بدأ يفكر في الموسم المقبل وضابط الاحترافية الثانية. أصحاب الأرض كانوا السباقين للهجوم في الدقيقة الثانية. الشيبي يجد نفسه وجها لوجه لكن العارضة أنقذت بوحلفية من هدف محقق. الوفاق يرد في الدقيقة 12 وبعد هذه الركنية اللاعب الكاميروني كامبي يجد الثغرة ويوقع الإصابة الأولى. هدف لصفر تصبح النتيجة. إلى شلغم العيد وعن طريق اللاعب الممتاز الشيبي يحاول تعديل النتيجة وكاد أن يفعلها لولا يقظة دفاع الوفاق. وفي الدقيقة 41 الوفاق يتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق كانبي بعدما تلقى كرة من اللاعب واسيني. وقبل نهاية المرحلة الأولى وفي الدقيقة 44 حسكار يضيف الهدف الثالث في شباك شلغوم العيد. 3-0 كانت نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية واصل خلالها الوفاق الضغط على مرمى مسعودان وتمكن في الدقيقة 51 من إضافة الهدف الرابع عن طريق اللاعب كامبي الذي تلقى كرة من زميله بومسوس. 4-0 تصبح النتيجة. الوفاق بعد ذلك قام بسير ما تبقى من اللقاء وأبناء شلغوم العيد حاولوا تقليص النتيجة في مناسبتين عن طريق البديل ورغلي الذي أخطأ التصويب في الأولى. وفي المحاولة الثانية بوحلفية كان موفقا في إخراج الكرة ليعلن الحكم نهاية المباراة على نتيجة 4-0. تطبيقات البوديوم حسابات المشاركة القارية كيف تقرأ وضعية الوفاق إلى حد الآن تاريخ؟ أظنها 3 نقاط ثمينة جدا للفريق حسابيا ونفسيا كذلك. العودة إلى الفوز بعد خسارتين وتعادل، خسارة أمام الشباب وخسارة في خنشلة وتعادل أمام شبيب القبائل، الآن عاد بفوز وفوز ثمين من جهة النفسية قبلها من الجهة الرقمية. لذلك نظن أنه هذا الفوز سيعيد الوفاق بعض الشيء إلى الواجهة فيما تبقى إذا أراد أن يلعب البوديوم أو المراتب الأولى في البطولة. تحكيم سكرين. تحكيميا ميليا بولفلفل بن حمودة 4-0 لا وجود لحالات تحكيمية. إلى خنشلة الذي استقبل فريق شبيبة الصورة مرتاحين في وسط الترتيب. المباراة انتهت بالتعادل. نتابع ملخص المباراة، نذكر فقط بأن مباراة شلغوم العيد وفاق ستيف حضر زميلنا ياسين بوخناف. إلى ملخص مباراة اتحاد خنشلة شبيبة الصورة. سادس الترتيب اتحاد خنشلة استقبل في هذه الجولة شبيبة الصورة، ثامن الترتيب في مباراة القاسم المشترك فيها بين الفريقين. التقدم أكثر في سلم الترتيب للفوز بإحدى التأشيرات المؤهلة لمنافسة قارية. فبعد دقيقة صمت ترحما على الرئيس واللاعب السابق لاتحاد خنشلة بوجهين عبد الحميد انطلقت هذه المواجهة وانطلق معها المد الهجومي للفريق المحلي الذي سيطر في الاستحواذ على الكرة وفي خلق فرص التهديف خاصة في هذه الرأسية لسامير التي جانبت مرمى سعيدي. رد عليه ملال في الدقيقة 23 بهذه المخالفة التي اصطدمت بالعارضة الأفقية لمرمى فيلالي. الدقيقة 31 مدافع الاتحاد قدور يخطئ في إبعاد الكرة، انفراد من مهاجم الصورة بن يحيى يمرر لهلال والأخير يضعها في الشباك. ولكم الإعادة وللاختصاصيين الحكم في صحة هذا الهدف. لنشاهد بعدها احتجاجات لاعبي اتحاد خنشلة عن صحة الهدف المعلن من الحكم نادر، ليتراجع بعدها الحكم عن صحة هذا الهدف بعد تشاوره مع مساعديه، لتتحول بعدها الاحتجاجات مرة أخرى
للاعبي الثورة عن الحكم نادر، وتتوقف المباراة لعدة دقائق لتتواصل بعد ذلك وينتهي شوط المباراة الأول على نتيجة التعادل السلبي. أطوار شوط المباراة الثاني شهدت سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض، فتنوعت محاولات وفرص التهديف من دون الوصول إلى مرمى شبيبة الثورة صعيدي، لتنتهي في الأخير هذه المواجهة كما بدأت ويتقاسم الفريقان نقاط هذه المباراة. فالحدث الأبرز في هذه المباراة سكريني، هل الهدف شرعي أم لا؟ المنعرض كله كان في هذه اللحظة. المنعرض لابد على الحكام في خاصة المباريات هذه الأخيرة يكون التركيز والتركيز الجيد، لأن بالتركيز تنقص هذه المشاكل وتنقص الحكم احتسب الهدف وبعد ذلك رفض الهدف راح للمساعد. لما يكون التركيز صحيح ان الحكم صعب عليه جدا باش يشوف اللقطه ويشوف الحاله وكذا، ولكن لان اللاعب وراء واش ماذا حدث؟ عاود اعطينا اللقطه بالجماهير كامل نشوفوا ونشوفوا اللقطه، اعطينا اللقطه هاوليك لما جات الكره وين خلى ردها الحارس خليها تشوف كي راحت وين ضربت في يد اللاعب رجله يدو دخلت من رجله ليده. نعم. ولا من يده لرجله، من رجله ليده، من رجله ليده. هذه في القانون يقولها ديريكتومون باسكو كاين ديريكتومون و ايميدياتمون و با ايميدياتمون. هذه لمسه يد سهله يعلن عليها المساعد والحاكم. نعم. خاصه المساعد لان في ظهر الحاكم، الحاكم يقدر يشوفها ضربت في صدر وضرب ما يشوفهاش، مستحيل يشوفها. صعدت من رجله الى يده، هي كي تدخل من رجله ليده وتسجل يقولها ديريكتومون يعني ومن يده. يعني هنا باش نوضحوا نقطه يا سكري، الهدف غير صحيح. لا نوضحوا شيء اخر. لما داخل منطقه لعبه المدافع نقولوا دائما انه ما يتسببش في ضربه جزاء لنفسه، لا من رجله ليده ليس الضربه جزاء. نقولوا هكذا يا سكري. اسمح لي باش نوضحوا. لا المدافع لما سي يلعب يلجو البالون يدخل يلعب البالون وتروح ليده ما كاش ضرب الجزاء. لو تلمس رجله يلعب، ولكن اذا ما لعبش الكره تضرب في الكور تاعه ولا في اللض واليد مفتوحه في الوضع غير طبيعي ضرب الجزاء ما كاش من رجله ليده. فهمني مليح، اذا لعبها براسه ولا برجله ولا باي جهه لعبها جوي البالون الى لعب وراحت ليده المدافع ما كاش ضرب الجزاء، ولكن لمسة اليد في المهاجم لمسة اليد مخالفة مباشرة للمدافع لأن هنا ضربت في يده وراحت من رجله ليده وتماركات نسموها إيميدياتمو مباشرة. هنا كان المساعد يرفع الراية ويقول للحكم بأن هناك لمسة يد يعلن عن لمسة يد. اتفقنا إلى بطل فريق صعب كي تشرحها. صعب شو حالات لأن الحالات صعبة فريد، حالات صعبة هذه، ولكن أحيانا تحتاج أيضا إلى تفسير لأنه الجمهور ينتظر لازم تفسير وبقوة القانون والقانون كذا بالضبط، لأنه هذه الحالات المؤثرة هذه حالات مؤثرة أيضا. ولكن هذا صحيح وبعد ذلك تراجع ما على باليش كل اللي قال ما على باليش لا المساعد، ولكن المساعد أنا كان محق في قراره. هذا التأخير هذا الريوطار اللي داره برك، ولكن معليش متأخر وقرار صحيح. معليش متأخر ولا قرار صحيح ولا منادي من هدف أو من نقاط، هذا هو الأهم. إذن بطل إفريقيا اتحاد الجزائر يعود للمنافسة المحلية ويحقق فوز على حساب اتحاد بسكرة في مباراة حضرها زميلنا وليد فرحان. نتابع سوى الملخص. اتحاد الجزائر حامل لقب كأس الكونفدرالية منذ أيام قليلة استقبل على ملعب الدار البيضاء ضيفه اتحاد بسكرة الباحث عن نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في الهروب من منطقة الخطر. بداية المباراة شهدت تخوفا من الجانبين مع أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض، لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الفريق البسكري الذي كان منظما دفاعيا. الشوط الأول لم نشاهد فيه الشيء الكثير، هجوم الاتحاد حاول الوصول لدفاع أبناء الزيبان عبر الكرات الثابتة، لكن يقظة رفقاء المخضرم نصر الدين خوالد وقفت سدا منيعا أمام محاولات أبطال كأس الكاف، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.
في الشوط الثاني تعليمات المدرب عبد الحق بن شيخة كانت واضحة وتجلت بسيطرة اتحاد الجزائر على المباراة، خاصة مع دخول تومي سونغ الذي تحرك وأزعج الدفاع البسكري. اتحاد بسكرة اعتمد من جانبه على الهجمات المرتدة سعيا منه لمباغتة أصحاب الضيافة لكن دون جدوى. أصحاب الزي الأخضر والأبيض دفعوا بكل شراسة إلى آخر أنفاس المباراة. المنقذ زندين بلعيد وبعد كرة ثابتة يسكنها برأسية محكمة شباك أبناء الزيبان وسط فرحة هستيرية بالمدرجات. آخر محاولات اتحاد بسكرة للعودة في النتيجة لم يكتب لها النجاح، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز في بالغ الأهمية لاتحاد الجزائر أمام اتحاد بسكرة الذي قدم مباراة محترمة. الاتحاد بسكرة الذي يواصل صراع ضمان البقاء واتحاد الجزائر المنتشي بتألق قاري، وعادة هذه أصعب المباريات لنادي يخرج متوج وبطل إفريقيا. يا جمال، والحسابات هي هكذا الاتحاد بسكرة. صحيح، يحتاج ربما إلى وقت من أجل أن يعود، ولكن اتحاد بسكرة خسر في الدقائق الأخيرة دقيقة 90 أو 92 في الوقت البدل الضائع من المباراة، ونظن بأنه هذه الخسارة اللي ما كانش يتمناها اتحاد بسكرة. ب 31 نقطة لعب إلى آخر أنفاس المباراة وبكرة ثابتة، نزيد نقول أنه من ناحية ربما الفنية والتكتيكية أنه سوء رقابة داخل منطقة العمليات. بالعيد معروف أنه دائما ما يسجل في مثل هذه الحالات والكرات، وبالتالي سوء رقابة داخل منطقة العمليات أدت إلى خسارة اتحاد بسكرة الذي هو موجود أيضا ويصارع من أجل البقاء ب 31 نقطة. تحكي من سكريني. نعم، مباراة أدارها السيد سعيدي بمساعدة تراجا وطاجي. مباراة الهدف تسجل في الدقيقة 90، لا وجود لحالات تحكيمية، وحسابات البقاء أيضا كانت حاضرة في مباراتنا تقبل قسمة على اثنين بين نادي بارادو ومولودية وهران، وهي المباراة التي حضرها زميلنا سفيان مهني. في مباراة الحظ الأخير دخل نادي بارادو بنية حصد النقاط الثلاث والحفاظ على حظوظه في البقاء ضمن حظيرة الكبار أمام مولودية وهران الذي يطمح لترسيم بقائه والابتعاد عن كل الحسابات. اللقاء في بدايته لم يشهد فرصا حقيقية، وطغى عليه اللاعب العشوائي لتأتي تسديدة كحيلي التي جانبت القائم الأيمن للحارس السوفي. بارادو ظل ضاغطا يحصل كحيلي على ركلة جزاء نفذها حميد بنجاح في الدقيقة 40. المرحلة الثانية بدأها أصحاب الأرض بقوة، وبعد سلسلة من المراوغات كحيلي يعرقل داخل منطقة العمليات وينال ركلة جزاء انبرى لها دوار بنجاح ضاعف للنتيجة في الدقيقة 52. وكاد بولبين أن يسجل الهدف الثالث لولا تألق صوفي في إبعاد الكرة. نادي بارادو يحصل للمرة الثالثة على ركلة جزاء وكحيلي يحول إلى هدف ثالث في الدقيقة 69. أول لقطة لمولودية وهران كانت عن طريق بن حمو الذي ضيع وجها لوجه أمام براعة الحارس مساوي، لكن بارادو رد بهدف رابع وقعه البديل بوكرمة بتسديدة قوية في الدقيقة 82 لتنتهي المواجهة بفوز مستحق وثمين لنادي بارادو، بينما يبقى مولودية وهران داخل دائرة الحسابات. الكلام ككل الكلام في هذه المباراة عن حسابات البقاء بالدرجة الأولى. فوز مهم للأتلتيك يا جابر. فوز مهم للأتلتيك في صراع البقاء، وهزيمة قاسية، وهزيمة قاسية بعد الهزيمة في شبيبة القبائل 4-0 دون الكلام على مقابلة اليوم. ما نتكلمش على مقابلة، سنتكلم عليها لاحقا. مهم 8 أهداف أمر غير عادي في مقابلتين، شيء محير. لكن مولودية وهران دخلت إلى مجموعة الذي قال أتكلم عليها جمال، المجموعة التي توسعت كثير. دخلت فيها مولودية وهران. شحال ضربة جزاء يا سي جمال؟ ثلاثة كاملة. ثلاثة في 90 دقيقة. ماناش متعودين ثلاث ضربة جزاء في يعني صحيح الرقم شوية مرتفع، ولكن لما القانون القانون الذي يحدد ذلك. شحال يحب هذه الكلمة. سنقول لك
وبشو هذا الجمهور اذا كان صحيح حتى ولو كان 9 غادي نقول لهم انا ولكن تفضل ولكن اسمح لي احنا مشكلتنا حنايا في ركنيات في الكورنر كم ضرب كم شحال من واحد في مايو يلا هيكل بدا بالضربه الاولى تفضل سي محمد سكريني من ادرى الحق وسيد مزياني هاي الحاله الاولى سكريني وبعد كنا نشوفوا فيها خلي نروح من بعد غطينا واحد الجوار خلي تشوف هنا زيد هنا واش راح تشوفنا كاين واش دار له هذا الجوار اللي غطانا نعم غطانا ما نقدرش نقول لك انا يا كاين الحكم في بلاصته ولكن الحكم قريب من اللقطه وفي هذه الحاله نقول الكلمة الاخيره تعود للحكم انا نقول ضربه جزاء صحيحه نذهب الى الحاله التحكيميه الثانيه وضربه جزاء ثانيه لاتليتيك بارادو دوما اعلنها حكم سيد مزياني انا نعد ثلاث ضربات جزاء يلا هاي اللقطه خلي هنايا كبرها خليها يعني بكل صراحه واش راح نشوف انا خليها ها ضرب واحد في الطالو رجلوه فسالو على الطالو نعم رجلوه فسالو على الطالو ومن بعد فيك ماشي عفس لي فور ولا عفس لي على الكاب على الطالو عفسو ضربه جزاء صحيحه على حنا كي تعفس لي على رجلك على رجلي ومن بعد تجبد لي رجلك تجبد لي رجلك والحكم للامانه كان قريبا من الله يعني وضعيه الحكم وشوف وراه هي اللي تسمح لك يعني نختصر الامور الاولى الاولى ما شفناهاش كان لعب غطك ولكن الثانيه شرعي كان جيد نمشي مع الحكم انا دائما نقول كيما تشوفوش والتمركز بالشرط يكون جيد نقول نمشي مع الحكم ونقول ضربه جزاء صحيحه في توجيه صريح توجيه رائع بالنسبة للمحكم لازم تكونوا حاضرين بداخل منطقة الملعب لازم تكونوا ضروري انت في وسط الميدان وتعني نضرب الجزاء حتى ولو تكون صحيحة وهم يعطيك الحق بالضبط ولا واحد يعطيك الحق لما تكون بعيد القانون يقول مينيموم يكون على اتم امتار على احنا لازم نشوي ريتم هنا في الحصة لان الوقت بدا يداهمنا يلا جيب لي الضربة الجزاء أنا لم أعلن عن أي ضربة جزاء يلا الثالثة يا هيكل هاي الثالثة خليها هيكل هذا كلش شوف يعني بكل صراحة والله صعبة خليها هنا هالك كاينة ضربة جزاء أنا ليا كاينة ماذا كان وش كان صح حصلنا وش كان أنت تشوف مقاسوش أنت تشوف هذا اللي جاي يجري القرع اللي جاي يجري ماذا فعل فارس؟ صح يعني بكل صراحة يعني أظن أنه اللاعب خادع الحكم بسقوطه يعني في وسط شو رجل على القرع وش راح تدير؟ رجل على القرع شوف رجل اللاعب التي هي مرفوعة في الهواء كيف فعل مرفوعة مرفوعة ولكن رجل مرفوعة فارس شوف رجل مرفوعة رجل مرفوعة شو رجل على القرع وش راح تدير؟ جابر رجل يعني بكل صراحة من الحالات الصعبة يعني قف اللقطة قف اللقطة نركز عليها من الحالات الصعبة من الحالات الصعبة هيكل عاد نشاهدها مرة أخرى لكن الشيء الجميل أنه دائما الحكم أمام اللقطة بأربعة أمتار خمسة أمتار بكثير فريد أنا حبيت نقول شيء احنا الان في خمسه في البلاطو ولم نستطع ايجاد الهال صحيحه او فما بالك في رمشه عيد ماشي سهله يعني لانه في الوهله الاولى قبل ان يعود لنا المخرج الاعاده كلنا قلنا ضربه جزاء لكن في شيء انا صحفي لا يمكن ان اكون مثل اللاعب واللاعب لا يمكن ان يكون كمثل العشره لماذا هو حكم لانه يملك القدره على اتخاذ القرارات في اسرع وقت ممكن موهبة التحكيم مثلها هي موهبة الحكم أيضا هذا ليس حكام ها هذه سكريبت ولكن موهبة التحكيم نعم لا يمكن أن نكون كلنا حكام مستحيل ولماذا تختار هذا الحكم تقول هذا الدول هذا فيدرالي لأنه ذكي وعملك الحس وحتى بالدولي وحتى بالذكي وحتى في فدارة الفار لكي الحكم يعود للفار لأن من سرعة الكرة من تطور الكرة في القدم دعني أدافع عنك ولكن الشيء الجميل في هذه المباراة أن الحكم الذي أدار هذه المباراة ليس بعيدا عن اللقطة كان قريب من كل لقطة تحسب لها فريد ندفع على القانون دفع القانون فعلا قانون التحكيم نعم اذا كان صحيحه ام غير صحيحه ضربه الجزاء صحيحه وشرعيه يلا فريق اخر مصر على ضمان البقاء هذا الموسم هو نجم مقرى يا جمال الرعاده
هل هي مباراة الموسم بالنسبة ليه؟ فوز الموسم بالنسبة ليه؟ منذ لحظة جابر العمون يقول لك شباب بلوزداد في البيض، ولكن هذه اللقاط كم هي غالية؟ نشاهد الأداء هو تعلق عليه جمال. تفضل. تفضل على بالنسبة لفوز نجم مقرة. أغلى ثلاث نقاط لحد الآن بالنسبة لمقرة. العائد بفوز ثمين ومهم من أولمبي شلف وهدف بهذه المرحلة بطريقة رائعة بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات. طبعا هذا الهدف اللي حرك المدرب عز الدين أيجودي وكرسي البدلاء، فرحة كانت كبيرة لأنه يعرفوا قيمة هذا الهدف في الصراع من أجل البقاء. شيخ محمد، بحكم قربي نوعا ما لإدارة نجم مقرة، هم يقولون أنه فوز الموسم، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، الحسابات التي قلت أن المجموعة كبرت مجموعة السقوط، هذا الفوز هو الذي جعلها تكبر وأخذ كل حسابات. اتحاد الجزائر عاد ليأخذ مباراة أخرى متأخرة طبعا أمام مولودية وران في ملعب نيلسون مانديلا. طبعا انتهت 0-0، نشاهد فقط الصور هكذا سويا هيكل من دون فائز. فأنتم حضرتوا المباراة فريد وكذلك جابر، باختصار نقطة غالية للمولودية الوهرانية والاتحاد العاصمي لم يجسد الفرص التي تتاح. باختصار، مولودية وهران جاءت من أجل التعادل فكان لها ذلك، واتحاد العاصمة لعبوا بدأوا يتعبون. وفريد، نعم، أظن أن فرحة الفوز بالكأس الكونفدرالية لازالت لم تخرج من أذن اللاعبين، لذلك رأينا هذا الوجه الشاحب لاتحاد العاصمة في الهجوم، وحتى بغياب زواري وجحنيط لم يستطيعوا اللاعبون التعويض. تحكيميا ذكرني بمقرة وشلف، وبعدك نذهب إلى المباراة ونحن نشاهدين الصور. مقرة وشلف بوسليماني وبالباشير وباداش، مباراة جيدة بدون أخطاء تحكيمية. وهذه المباراة هذه أدار اليوم الحكم شايرية بمساعدة جمعة وغزلي. أنا شفت المباراة يعني بدون أخطاء تحكيمية، أدار مباراة جيدة. هكذا إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي 0-0. الحدث أيضا جمال في هذه المباراة هي الذكرى الأولى لوفاة بلال محمود ربي رحمه. الجمهور والفريق واللاعبين والجميع تذكر هذه الموهبة وهذا الاسم البارز في تاريخ الاتحاد بكيفية رائعة. صحيح، هكذا في ملعب دقيقة 26 هناك دقيقة لأنه يحمل رقم 26. يعني التفاتة طيبة رائعة جدا، حتى أن المباراة جرت بملعب نيلسون مانديلا، يعني من أجل هذا الحدث، هذه المناسبة الأليمة، الذكرى الأولى لوفاة اللاعب بلال بن حمودة. نظن بأنه هو واحد من العوامل الأساسية التي ساهمت وشاركت في إعطاء قوة الاتحاد الجزائر والتتويج بكأس الكونفدرالية. حتى هكذا، حتى نحن لازلنا تحت الصدمة هنا في بالنسبة لكل عمال تلفزيون الجزائر، لأننا نحن أيضا عشنا اليوم صدمة كبيرة جمال. زميل نعم أمغار حميد اللي كنا بحقه يعني، وهو يمارس مهنته واحد بشغف واحد من التقنيين النبلاء والطيبين، طيب مجتهد خدام عامل، يعني ربي رحمه ووسع عليه. كانت اليوم ايضا اليمه هذه الحادثه، فعلا عشناها ب صحيح، وخاصه الزملاء اللي في التقنيين واصلوا المباراه بشجاعه كبيرة جدا، حتى جابر وكذلك فريد وزميلتنا ليلى بن فرحات ومخرجنا حاج احمد رضوان وجدوا صعوبه كبيره جدا في انهاء التحليل، لكن هي هكذا هي الحياه. الله يرحمه برحمته الواسعه، ربي رحمه ويوسع عليه. طبعا الى احيانا هي هكذا تنسى حتى ورقه الطريق، ولكن كما قلت الحياه تستمر. بعدما تابعنا ملخصات الرابطة المحترفة الأولى الأسبوع الفريق، حسمت الأمور بالنسبة لقسم الهوات بصعود ناديين اتحاد واد سوف ونجم بن عكنون. ورقة بخصوص صعود اتحاد واد سوف مع زميلنا طارق بوفلح. هنا ولاية الواد،
هنا أكبر الأحياء الشعبية وأكثرها حركة، حركة كانت إلى وقت قريب تجارية بحتة، إلى حين سطع نجم لفت إليه الأنظار وبات حديث العام والخاص، والكل يحاول استيعاب حقيقة كانت بمثابة حلم للبعض، ألا وهو صعود الاتحاد الرياضي السوفي إلى أعلى درجات الكرة الجزائرية. 1967 هو عام تجسيد فكرة تأسيس فريق العشاش، أقدم حي في الولاية. وسط هذه الأزقة وبهذا المقهى بدأت الحكاية. الاسم الأول سيارة شباب رياضي العشاش، شاركنا في تاع الأحياء حنايا والأنطانت والجزائر والواتر تاع تكسبت والنزلة والقواطين، كل شاركنا في الأحياء. أدينا الكاس الأول تاع خفيف، الكاس الثاني هذاك اعتنينا به بفضل محمد الجعير، حساسة محمد هو الجول، ومحمد الجعير باي محمد هو المركز بيت الخامس في البلنتيات. أدينا الكاس، كيف بدينا الكاس بدوا على الجماعة يتملقوا بينا، هم فعل عمي عاد يعرفوا الكورة، هم كذا هم كذا. قلنا احنا ايه خبوا ندير، انتم كيفاش نديروا اجريمو؟ كنا في القهوة تاع حمباه، هذا مولاهم راح يبدلني كل مخلوق الله يرحمه عمر. نزلنا وحفق ديري، شد حفق ديري لبري، قراها عيط واكل اجريمو وجد. اما الاسم هذا كان كرتونة تاع السكر تاع روسيا، فيها ديري سيس الاير الاولى، فهمتني؟ قلت لحمد صرف راحت كنا حولير احنا وشبه يبقى على اي سيس، ركب في مكان اسم تاع اي سيس. العام الاول من اسسناها عام 67 كنا ايكيب دو كارتي. عام 67 كان جمع هنا كمال لاكازير كمال مصعب كل دي ايكيب 167 واحد عندك اليوم عدنا طلعنا القمة الفوق، احنا هذه فرحة كبيرة. مرت السنوات والأعوام على حلوها ومرها، والفريق يعاني طارة ويستيقظ طارة أخرى، إلى حين العام 99 من القرن الماضي تجدد العهد وبدأ الفريق يعتلي الدرجات، وفي السنوات الخمس الأخيرة انطلق قطار الحلم ليحقق الصعود إلى الدرجة الثانية التي كانت الزيارة فيها خفيفة. وفي موسم واحد وبعد مشوار بطل تمكن من تحقيق المفاجأة والتربع على عرش مجموعة وسط شرق ليكون ممثلا ثالثا لجنوبنا الكبير في البطولة المحترفة، وسط آمال في التعمير هناك طويلا ولما لا تألق آخر. الشيء اللي نتمنوه للفريق نتاعنا أنه يواصل المسيرة وما يفشلش، لأن عدة فرق هكا طلعوا في بعض الأقسام ولكن عملوا زيارات ثم رجعوا. احنا الشيء اللي نطلبوه ان هذا الفريق العتيد اللي قام بمجهودات زبارة وقام بإنجازات كبيرة نتمنى ان يواصل في هذه الإنجازات. اللي شفنا اول صعود للقسم الوطني الاول من الحي تاعنا هذا، لان كما انطلقت الواد من الحي هذا انطلقت صعود القسم الاول من الحي هذا، لان تو حاليا رانا نمثلوا فرق ستة ولايات تاع الجنوب تاع الرابطه الجهويه لكره القدم ورجله، احنا اول فريق صعد للقسم الوطني الاول. هي هكذا الاجواء في ولايه الواد التي تعيش نهضه كرويه تضاف الى تلك التي تشهدها زراعيا وتجاريا. الاتحاد الرياضي السوفي قد يكون لما لا رقما مهما في معادلة الكرة الجزائرية، مثلما هي الواد رقم مهم في معادلة الاقتصاد الجزائري بسواعد جزائرية. أيضا طبعا صعود تاريخي لهذه المدينة، وإن شاء الله الأفراح تتواصل لأبناء واد سوف في وقت. أيضا نجم بن عكنون يا جمال، نعم، البلدية التي تحمل في طياتها الكثير من الذكريات والتاريخ ومر عبرها أجيال وأجيال أجيال من مختلف الإطارات وحتى وزراء من خلال إقامتها الجماعية ومن خلال أيضا معاهدها هناك من خلال تاريخها الكبير كروية، تاريخ يستعرضه لنا زميلنا مزيان أنيس في هذا التقرير. Il faut remémorer un petit peu ce,
ce qu'ils étaient, d'où ils sont sortis et la valeur dans le football qu'ils avaient. Il dirait qu'on devait monter un واحد واحد on sera jamais, c'est pas possible. واحد ما منتظر يعني حتى لحقنا الدوزيام موتي دي لي ماتش روتو نهار ربحنا هاد المستغاد ما هادوش ها زيرو اللي ربحناهم ليه اللي بدينا اللي بداو يخدموا انا ما خممتش لهاد الشيء ها بداو يخمو الديريجون للصعود وبلاخر جات شهادات وأحداث تروى لفريق عريق تأسس سنة 1935 تحت اسم النجم الأحمر لابن عكنون. هذا الفريق الذي قاوم وناضل في زمن الثورة التحريرية غير اسمه بعد الاستقلال ليصبح النجم الرياضي لابن عكنون، ومن ثم بدأت رحلة الصعود وبدأ بريق النجم يسطع رويدا رويدا حتى وصل إلى دوري الأضواء. ها هو الفريق يصعد إلى القسم المحترف بعد عمل واجتهاد إداري وفني. كما شفتم على الأول عندنا سلوغون تاع الفريق هذا، يعني شعار هو بناء المستقبل. احنا الماضي تاع الفريق هذا اللي شجعنا وخلانا نخدمه بكل قوة. صراحة ما كانتش حاجة سهلة، صافي نقوله مدة 10 سنوات أو أكثر وحنا في الفريق هذا، يا شجعنا عملنا تعلمنا باش لحقنا المستوى هذا، وان شاء الله الاجيال اللي حتجي من بعد حتلقى تكمل على نفس المنوال ونفس العزيمه. ميزه ثابته لناد طموح عمل باسس احترافيه. والجميل في هذه الاسره الرياضيه هو الافتخار دائما بعراقه النادي وبشخصيات قدمت وكتبت التاريخ يوما ما. احد اعضاء المؤسسين وثم عضو فعال في تاسيس الفريق هو اوكالي ارسقي، مام الكابيتان ديكيب تاع بن عكنون سي تان اوكالي، يعني جاي ابري دي جينيراسيون قعدت لا فامي تمشي. انا سكي فريمون سكي متيان او كور كي راني شوف دابوج هنايا ويدير كازلان سيتي نو مي زونسيان ديريجون وربي طولنا العمر. On les voit toujours avec un respect. Nous avons donné l'accession. Donc, je suis très très fier. Donc, l'accession qui m'a raconté, ça fait 3-4 ans qu'elle se dessine. Parce qu'on avait. Avec nous, les dirigeants, on n'a aucun problème. أجيال من الماضي وأخرى من الحاضر قدمت الكثير لهذا الفريق النجم الرياضي لمدينة بن عكنون، والآن يحقق الصعود إلى القسم المحترف. فمبروك وألف مبروك لهذا الفريق، على أمل أن نشاهد مباريات مثيرة في القسم المحترف الأول. لكل هذه الأسماء ولكل هؤلاء الأبطال، لأنهم فعلا أبطال بتأسيسهم للنوادي عريقة. سكريني في نجم بن عكنون، لعب له إعز الدين جودي، لعب له نغيس، كاد أن يلعب له محمد جمال لما كان طالب الجامعة. لعب له بلوشت أريد العلمة بالضبط. كان في بن عكنون لعب في لاعبين كبار هو بلود الجزائر. يلا نختم سويا هذا البرنامج معك جمال. طبعا احنا فريق بلدي الطاهر الطالب العربي ايضا هذا من واد السوف، واللي هو فريق يمثل الجزائر في دوره دوليه في الكره الحديديه، متاهلون الى الدور ربع النهائي من المنافسه بالتوفيق ان شاء الله. نظن بانه فريق بن عكنون هو ملجا ايضا للاعبين كبار كانوا في طلب في الحي الجامعي طلب عبد الرحمن. معك الختام ايضا يا فريق. شكرا. نبي دوري وبارك لجميع الفرق الصاعدة سواء للقسم الوطني الثاني بكل أفواجها، من مستغانم إلى بشار إلى ورقلة، حتى الصعود إلى القسم الوطني الأول سواء وتشوف أو حتى نجم بن عكنون. نبارك لهم ونبارك الأخ والصديق رضا بن دريس وسفيان مشحوق بمناسبة هذا الصعود التاريخي لوتشوف، وبالنسبة لي بعبد النور بصبعاء
لصعود صحيح. كذلك مع نجم بن عكنون الى مبارك لهم جميعا. جابر مبروك لكل الفرق الصاعده وشكرا لك. الاف ذكريني طبعا شحال مبروك لكل الفرق الصاعده، نتمنى لهم التوفيق للموسم القادم ان شاء الله. نتمنى انا برك الشفاء العاجل للحكم الدولي السابق محمد حنصل اللي دار عمل الجراحيه على عينه، ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله في اسرع وقت، ونحييه تحيه كبيره لسي محمد حنصل. تحيه للقامه الكبيره سي حنصل. نذكر جمال بان التلفزيون الجزائري سيبث في الايام القادمه باذن الله حصتين خاصتين لصعود اتحاد واد سوف وكذلك نجم بن عكنون. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل الى نهايه هذا العدد من برنامج في التسعين. الشكر موصول لكل الزملاء الذين ساعدوني في اعداد هذا العدد، لعمال الاستوديو رقم 2 طبعا بقياده المخرج هيكل قاسمي، الاشراف كان لزميلنا طارق مفلح. نلقاكم باذن الله في موعد قادم. شكرا للملتقى.